أنا مدير أعمال صاحب الفيلا اللي جنبكم. أهلا وسهلا. أنا جاي أأكد على حضوركم حضرتك والأستاذة فريدة وابنها هنحضر حفلة النهاردة. ومين اللي عاملها الحفلة دي؟ إن شاء الله بالليل هتعرفي كل حاجة. يا استأمينة مين؟ ده واحد اسمه أشرف جايب لنا دعاوي عشان الحفلة بتاعت الفيلا الجديدة اللي جنبنا دي. مراتك اللي أنا مختاراها بنفسي بتقلق أدب عليا. رحبوا معايا بصاحب البيت والحفل. وحشتوني يا رنا باسم. حبيبتي حبيبتي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشتوني. الحلاوه دي ايه الحلاوه دي؟ انتوا احلى. ايوه بقى اصحى. ايوه جايه لكم. استنوني ما تاخريش علينا. اوكي استنياني. مين دي؟ دي صاحبه ولاء. لا دي الشغاله كانت عند نصر. اه بص يا شهاب، فستانها حلو قوي، شبه فستاني اللي كنت لابساه في مهرجان اسكندريه، بس انا بقى فستاني كان احلى بكتير طبعا عشان انا جسمي احلى من انا رفيعه، لكن هي تخينه شويه. ده الكومباوند لما قوي. ميرا ما يصحش كده. ازيك يا ست فوفا؟ اهلا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه. منورنا يا ست الكل. الله يخليك. هاي. وحشتيني قوي. مش قبل ما اعرف كل ده منين يا بنت بطني. حاضر هتعرفي. السلام عليكم يا عم عادل. ايه يا عم رؤوف، مشوش شويه يا اخي. لا مؤاخذه يا عم عادل، معلش. انت لما شفت اللقمه دي مطفيه ما بلغتش ليه؟ انا لما جيت استلمت النهارده الورديه كانت شغاله زي الفل، وفجاه طفت لوحديها. طيب على العموم بلغ الصيانه عشان يشوفوا موضوع اللقمه دي، وبفتح عينيك. حاضر يا زعادل. طيب بما ان الكل بيسأل انا كنت فين وكل اللي انا فيه ده منين، فانا قررت ان انا اقول لكم انا كنت فين وكل ده جبته منين. انا نفسي ما صدقتش التحول الرهيب اللي حصل في حياتي. انا خرجت من الكومباوند ده وانا ناويه ان انا اغير نفسي، وقد كان. اشتغلت بايدي واسناني لحد ما وصلت لكل اللي انا فيه قدامكم ده. وايه الشغل بقى اللي انت عملتيه عشان توصلي لكل ده يا اسر؟ اللي انا فيه ده مش بسبب شغل وبس، انا كمان اتجوزت. يا الف مبروك الف مبروك. بس جوزي مات. لا البقاء لله، الله يرحمه. وورثت كل فلوسه. مش قلت لك ان كلهم صنف واحد؟ ومين بقى سعيد الحظ المرحوم الله يرحمه يعني؟ أظن إن أنا كده رديت على كل أسئلتكم، مع إني ما كنتش مضطرة تماماً إن أنا أرد عليها، بس أنا حقيقي بحب المكان ده ومرتبطة بيه بجد. عشان كده يوم ما قررت أرجع
قررت ان انا ارجع اعيش وسط اهلي وناسي، وسط المكان اللي انا كبرت فيه. لا 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 لا، محدش اصلا كان يعرف مين صاحبه الحفل، وانا عن نفسي لا من اهلك ولا من ناسي. المقامات محفوظه يا ماما. يو عليكي، معلش انا هاخدها عندي هدي اعصابها. مري انا مروحه. مصلحه. ما تتاخرش. انا رايح الكافيه. سلامه انت. الحمد لله على السلامه يا يسرى يا حبيبتي، نورتي المكان كله. واللي مش عاجبه يطق ايه. بقول لك ايه، اقسم بالله احنا نضحك ضحك النهارده. بس يا اختي اضحكي بس بعيد شيلي ايدك. هو انت ما بتزهقيش؟ طلعيني من دماغك شويه بقى. انا يا اختي اللي ما بتزهقش، انت اللي ما بتزهقيش. بقول لك ايه يا عيش، اخرس بدل ما اديكي بالجزم. لا والله ما كانش قصدي حاجه يا عيش، انا اسفه يا حبيبتي. مسكينه يا اختي، اسفه بعد ايه يا حبيبتي؟ بقول لك الهق والماء اللي بتعملوه بضل، تروحي تعملوهم بعيد. وتيجي عند نصر كده وستوب. لا يلا قدام، يلا قدام اديك بالقلم. يلا 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 يلا. انت رايحه فين؟ ماشي يا يسرى، هسيبك لضيوفك. مفيش مشيان، انت هتعيشي معايا هنا في البيت ده. الظاهر ان بعدك عني نساك امك. لينا قاعده. الحمد لله على السلامه يا يسرى. الله يسلمك يا رشيدي. على فكره انا بلومك على الطريقه اللي بعت لنا بيها. كان ممكن تقولي ان انت صاحبه الحفله، كنا هنيجي برضه. أنا حبيت بس أعملها سربرايز مش أكتر. أوكي. دي النمرة البرايفت بتاعتي. أنا متأكد إن هيبقى بينا بيزنس. بس أنا اللي أعرفه إن حضرتك اتجهت للسياسة. مش حضرتك برضه بقيت في المجلس ولا أنا سمعت غلط؟ شور. لو احتجت أي حاجة كلمني. تمام. ربار. ربار. بقول لك أنا همشي. وأنا كمان محمود كلمني واتخانق معايا. بس استني ولاء تيجي علشان ما نسيبش منال. لا لا لا، سيب ولاء، اكيد عايزه تبات مع صاحبتها. كده كده كانت هتمشي بعد شويه. هي يا ماما عايزه تمشي؟ لا يا حبيبه قلبي، انت تستني مع صاحبتك. بجد؟ بجد. طيب مش بس انا هوصلك لحد العربيه. ماشي يا حبيبه قلبي. اسبقوا يا بنات. ماشي. تحتسي ليه يعني؟ ما تبي تكلمي المكتب بتاع الشغالات يجيب لك اي واحده غيرها.
لا لا لا، بيكلميها هي وبنتها يبقوا يجوا يخدموا هنا عشان هما مش هينسوا اصلهم. انت مالك شايلاهم على دماغك وزعق؟ ما انت مش فاهمه يا واحده غير تحمد ربنا على دي جوازه وابوس ايديها وش وضهرها بدل ما تزورك مع الناس يا حياتي. لو النبي عايزني اقف لك ساكته والبنت عماله تتمرقع عليك وانت مبسوط قوي. ما انت كنت عماله تترقصي. ما انا قلت ارقص يمكن نعجن. بكفاياكوا بقى. مالهم دول كمان؟ من ساعه ما اتجوزوا وهم نايرون ايد كده. سيبك منهم. قولي لي بقى يسرى عامله لك ايه؟ مش موضوع يسرى. القصه نفسها يا فوفا. البت الزباله اللي اسمها ايمان دي اللي نسيت اصلها وفاكره نفسها بقت بني ادمه. دلوقتي صاحبتها رجعت لها وبقت زيها واكتر. يعني هتخليها تستقوى عليا انا. بس على مين؟ والمصحف لو اوريهم هعرفهم ازاي يلزموا حدوده. يا غلبت يا فوفا من غير امينه. انا افتح الباب. اوف اوف. أهلاً. أهلاً. إزايك يا حلوة؟ إزايك يا جميلة؟ أهلاً أهلاً. نورتي. طبعاً ميرا هنا. ما أنا لقيتكوا اختفيتوا مع بعض قلت أكيد حلقاكوا هنا. تنوري. منورين أنتوا الاتنين. شفتوا يا جماعة البت بقت زي القمر إزاي؟ فريدة بليز ما تعصبينيش أكتر ما أنا متعصبة من فضلك. طب وأنتِ حبيبتي متنرفزة ليه بس؟ ده شكلها كده يبان. صدقي الحاجة اللي مضايقاني انها شكلها يبان اصغر مني. طب ما اصغر منك. هي اصغر مني بس مش بكتير، دول حوالي 6 اشهر بس ما كانش باين عليها. لا يا فريدة، باين عليها ان هي اصغر منك بكتير ومن زمان. لا يا ميرا، انت كده نفسيتك بقت نفسية ممثلات مش معقولة. امينة جت. امينة جت. امينة مين؟ انا مش فاهم الناس بتمشي ليه، الحفله لسه بدات. ما هي كده خلاص الحفله. مش فاهم. مع السلامه. تعال اعرفك عليه. باي باي. يسرى شهاب مراد ابن فريده. اهلا وسهلا. غني عن التعريف طبعا. ده بالتفاري زي امك، تتجوزها وهي مقشفره وتسيبها وهي كده. فاكر ان انا هسيبها؟ ماشي، اما نشوف هتعمل ايه. انا هتكل بقى. مش هتسلم ولا ايه؟ سيب لك انت السلام. سوى تسلم بس. دعي لي يلا. دعي لك يا حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طيب انا همشي، هتقعدي ولا تيجي معايا؟ لا هقعد شويه. انت هتروح ولا ايه؟ لا عادي، على خالد قبل ما انزل. اوكي. الحمد لله على السلامة يا يسرى. الله يسلمك. وحشتيني على فكرة. ما تشوفش وحش على فكرة. معكيش حاجة أصرفها لك؟ يعني عايز أي شغلانة، تخلص لك حاجة. خلاص إيه وبتاع إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه أصلاً؟ كان إيه يا بت فيه؟ أنت شارب حاجة ولا إيه يا إبراهيم؟ شربت كتير وغلبتك. من بعد ما علمتك الشغلانة. طب ما تقلبش في القديم وما تفتحش فيه، أحسن ما تلاقي نفسك واقف في صحراء لوحدك. خلينا نتكلم عن مكشوف قوي أهو. والله طول عمري بتكلم عن مكشوف. الدور والباقي على اللي بيداري. ممكن آخد إيدي؟ هسيبك لأصحابك بقى وحبايبك. شرفت. هنقعد يا أسرة، لازم نقعد. ها أشرف لو سمحت خليهم يحضروا لنا العشاء ويطلعوا لنا في الجنينة. تحت أمرك. حاجة تانية؟ لا مرسي، تقدر تروح. يلا على الجنينة. خلينا جوه بقى، الدنيا برد. أقول لكم إيه؟ جوه مليان شغالين وانا مش عايزه حد يقعد يتصنت على حكاوينا. على رايك ما وراهم حاجه غير ان هم يتسلوا على حكاياتنا. يلا يلا اهو اتفضلوا. ايه اللي جرى لك يا امينه؟ ما كنت جايه كويسه. انت مش فرحانه برجوع بنتك؟ بنتي وهي في بنتي دي؟ طب بذمتك يا استفوف اللي انت شفتيها دي تبقى يسرى؟
طب والخدمة الشريفة؟ أنا كنت خايفة أحضنها لحسن أوسخ لها هدومها. اللي بتقوليه ده؟ أنا لو منك كنت أبقى طايرة من الفرح. مش فرحانة باللي هي وصلت له ده واللي هي فيه. أنا تعبانة أوي الصفوف. قلبي وجعني وروحي رايحة مني. ربنا يكرم، ربنا يكرم. بقول لك يا أمينة، أنت عارفة إن أنت واحدة من البيت ده، أوضتك هنا. خشي ارتاحي في أوضتك، خشي ارتاحي في أوضتك. حاضر حاضر. أمين، أقسم بالله العظيم إن أنا أكتر واحدة حاسة بيكي، وعارفة أنت حاسة بإيه. أنا عارفة، أنا عارفة بعد الضنا عن حضن أمه بعمل إزاي. بس يا أمينة، يا خراج، بس يا وليا، بس يا أمينة، بس يا أمينة، بس يا أمينة. ولا اتجوزت ولا اتنيلت طبعاً. هو في واحدة يبقى معاها الفلوس اللي معايا وتروح تتجوز إلا لو كانت مجنونة أو حبت؟ وأنا أختي الحمد لله لسه بعقلي أهو، وكمان ما حبتش. الدور بقى عليك أنتوا. أنا ما سمعتش واحدة فيكم قالت لي إنها جابت حتة أرض ولا جابت حتتين المزرة كانتهم على جنب. فين الفلوس؟ مش باينة عليكم ليه؟ وإحنا هنقول إيه للناس يا أختي؟ حفرنا كده وطلعنا لقينا كنز. بقولك إيه؟ أنتش جوزك كان واخد 1,000,000 جنيه في العملية اللي عملناها مع بعض؟ ما تصرفي يا أختي وتقولي إنها من فلوس جوزك. طارت، بخرت. ايه؟ طارت في ايه؟ وداها فين المنايل على عينه؟ مشروع يا اختي، قرر ان احنا نخش مشروع. استوردنا كمبيوترز من تايوان، طلعت البضاعه كلها مضروبه. اسكتي، احنا لو طلعنا في حاجه بالمشروع ده فايت كراتين. طب ازاي احط فلوس كلها في مشروع هو مش فاهم في حاجه؟ ايه التخلف ده؟ النصيب بقى، يعني هنعمل ايه يعني؟ بعدين يا اختي تحس ان احنا مقرور علينا كلنا كده، ما استفدناش بالفلوس دي، اكن حد بصص لنا فيها. على رايك. وانت يا اختي مالكيش حجه، المفروض انت تصرفي بقى ولا حد قدك. جوزك غني وعنده فلوس وتصرفي وتضيعي ولا حد يقول لك انت بتعملي ايه. لا ما انا بصرف، بس ما عملتش الهلومه بتاعتك دي. الله اكبر، يا ساتر يا رب، خلاص يا رب الفرح. بصي انا هقر عليكي. حشا، يخرب بيتك. اشربي. طيب غير سيف، انا فتحت اتيليه بعمل هدوم تحفة وعندي زباين كتير جدا. وكل شوية كده بقوم مدخلة مبلغ على اني كسبته من الاتيليه. بس اكتر مكسب بقى عاجبني ان انا بحرق دم ميرا دي. بقول لك ايه، انت هتروحي تلاقيها قاعدة على منقة فحمة. ايوه نار. ايوه حرقت لك دم حرقة في الحفلة، فاكرة؟ يعني وهي هتسيبها ما هيطلعوا على جتتها. اعمل لها ايه؟ مش هي اللي قعدت متبطره على النعمه وعمال تقول مش طايقاه، عايزه اتطلق منه، اديني اخدته واتجوزته، شبتت فيه ليه بقى دلوقتي؟ يلا اديني هقعد انا كيفها كده لحد ما اشوف هتعمل ايه. بس انت يا بنتي يا امان طلعتي جبروت. الدنيا بتقوى يا رحمه. وانت يا رحمه صرفتي فلوسك فين؟ ايه ده؟ هو انت ما كنتيش بتتقابل وانا مش موجوده ولا ايه؟ نتقابل، نتقابل صدف يا حبيبتي. الاستاذه بقت مشغوله في السيما والمسرح وجو فريده، والهانم بقى الاتيليه والواد وكده، خلاص بقى ما بقيناش بنشوف بعض. واد؟ انهي واد فيهم؟ انت خلفتي يا بت؟ جبت عمر. الله اكبر، ما شاء الله، الله يا ربي. عقبال ما تخويه بقى، يلا شدي حالك عشان تحرقي دمها كمان وكمان. يا رب بس ما يكونش ابن 7 كده زي اخوه. يا ستي ابن 7، ابن 9، ابن 3 اشهر يا اخو انتي، المهم يجي مظبوط وصحته زي الفل وخلاص. ان شاء الله. واخبار السيما ايه يا هانم؟ لسه زي ما انا مسحوله مع فريده، مفيش اي جديد. صح، هي فريده النهارده ما سحبتش الراجل اللي كانت ماشيه معاه المنتج ده في ايديها وجابته ليه؟ اسكتي على اللي حصل لهم، مش قفشته مع فاتن فريد اللي هي ما بتطقهاش وطلعوا متجوزين عرفي؟ لا يا شيخه. طب ايه المشكله؟ يعني ده راجل منتج برضه، يعني كان ممكن الجوازه دي تبقى مصلحه جامده بالنسبه لها، ما كانش لازم يعني تدق عليه قوي في الحته دي. تعدي ايه؟ دي تطيق العمى وما تطقش فاتن فريد دي. بس ما بتسالش عليه خالص. تسال على مين؟ ده اما دي تيجي سيرته تقول المخفي، ما تنطقش اسمه كده. ماشي، بس سيبك بس من موضوع فريده وما تلغوشيش. صرفتي الفلوس فين؟ راحت فين الفلوس بتاعتك؟ والله يا بنات انا موضوع الفلوس ده متعقده منه من يوم الحادثه بتاعت علاء دي. نعم يا اختي؟ انت عايزه تفهميني يعني ان انت دفنتي فلوس تحت البلاطه عشان خاطر الكلب اللي اسمه علاء؟
ده كبير يا بنتي نروح نتف على قبره ونرجع جري. بقول لك ايه؟ لو حسب الذنب انا عندي ليكي حل هايل. انت تروحي تشتري جاموسه عشر وتذبحيها على روحه وتفرقي لحمتها والذنب ساعتها هيروح يا ماما. دي الحاجه الوحيده اللي انا عملتها بالفلوس. ايه جاموسه؟ بتهزروا؟ الدنيا وحشه قوي. صغبت عليا. غلبانه غلب. شوف انا محتاجه لها قد ايه. بس على قد ما انا محتاجه لها شايفه انها لازم ترتاح. كفايه السنتين المرار اللي شافتهم في غياب بنتها. الحقيقه يا فوفا في دي عندك حق. ما عندكيش فكره رجوع شهاب بالنسبه لي غير حياتي قد ايه. غيرها خالص. طب بقول لكم انتوا الاثنين ما تندوها مين هتقعد معانا احسن. ايه ده؟ ايه اللي جرى لك يا مير؟ انت قلبك قوي كده ليه؟ مش حل لو كنتيش ام. شوفي بقى انت لما بيجيب ابنك عنك ثانيه بيجرى لك ايه؟ ما دام سكتت كده يبقى ابتدت تحس. تصبح على خير احسن. ايه ده فجأة كده؟ مالها دي؟ مش عارفة بس أنا متهيألي يا فوفا إنها محتاجة دكتور. دكتور؟ آه أي دكتور تجميل أمراض نفسية أي حاجة يغيرها شوية. لا ما أنا يا خالد لما لقيته هناك بصراحة خلعت. آه لا أنا ما بحبوش أصلا. لا يا عم خلاص أنا روحت البيت. بقول لك إيه؟ لو هتتفق معاه أنت اللي هتشيل الإيفنت مش أنا. أنا بقول لك. آه. ماشي يا عم. طيب يلا. سلام. إيه ده؟ ايه ده؟ اصحي عمر. في ايه يا يوسف اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ خلاص بقى خلاص. بقول لكم ايه؟ انا همشي بقى عشان الوقت اتاخر وايمن قرفني تليفونات وزو. طب بقول لك ايه؟ ما تقولي له انك هتباتي معايا النهارده. يا ريت بس مش هينفع. خليها يوم تاني. هاتوا بقى تليفوناتكم عشان مش معايا. نهار اسود؟ وان تليفوناتكم مش مع بعض؟ انا غيرت نمرتي مره واحده بس ومعاهم هما الاثنين. معرفش بقى لو ضيعوها ماليش دعوه. يا سلام. بقول لكم ايه؟ انا تليفوناتي هي هي. انا عمري ما غيرت نمره تليفوني. الدور الباقي عليكم انتوا الاثنين. كل شويه واحده فيكم تغير النمره. استهبلوا. انا لسه مغيرها من اسبوعين والله نسيت اديها لكم. وحياه امك انت وهي. ان شكلكم كلكم عايزين تتظبطوا على القالب. خد يا بت انت وهي الموبايل ده سجلوا ارقام تليفوناتكم. يلا يا بت. طب رنوا لي عشان انا موبايلي جوه. عمر مش موجود جوه ومروه واصيله مغمى عليهم وابني. يلا بقى اخرتوني همشي. طب استني اما اوصلك للبوابه. طب يلا. عيب قوي اوصلك دي. انتوا عندكم فلوس انتوا الاثنين قد بعض تقريبا يعني. والله عيب في حقك. اقول لك اكسري البلاطه جيبي لك ترساك وزعي بيه لبن الصبح في الكومباوند وبالليل شغليه بالاجره بقى واسترزقي وكده. والنبي ايه؟ اه والله. طب ادورها في دماغي وافكر. بقول لك ايه؟ خدوني معاكوا عشان انا جايه مع سيف في العربيه. طب بقول لك ايه؟ ما تقعدي انت معايا شويه وانا اوصلك. في تليفون هنا بيرن بقاله كتير قوي. اه ده تليفون. وانا تليفون كويس انه جاي عشان اسجل الماركو بدل ما تضيع مع بعض. ده سيف. استنوا يو تليفون قطع. طب بقول لك خليها مره تانية. شكله كده بيستعجلني مش عايزه يقلق عليا. ماشي ماشي يلا. باي 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 باي. قاعد تتلزق لي في البنات ليه؟ مش ماليه عينك انا؟ بس يا بقبوص ده انت عايزين تراخي. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي في ايه؟ مفيش البت من هنا اللي اسمها عينشه دي. يا ابني عايزين نركز في الشغل يا ابني. هو امتى؟ بكره ولا بعده المفروض هيكلموني يعني نعرف الميعاد امتى. معايا ولا اكلم شرشر؟ يا عم معاك يا عم. هتكلم ايه بس؟ خلينا نخصم البت دي. انا معايا محطه قطر تاخدها ولا اتوبيس يلفها كده 60 داهيه. شكرا. اللي تعمله. المهم يعني لو هتغير الميعاد ده ولا حاجه قول لي. انا مش ناقص. يا عم هاجي يا عم. اتكل على الله. انت كمان اتكل على الله. اتكل على الله. ليه منك ولا ليه المغنوليه دي؟ منك لله. يعني ايه اتخطف؟ راح فين؟ اقسم بالله لو حصل له حاجه لاديك هاديك. ايه دي يا عماد؟ انا ماليش اي ذنب. طب والله العظيم هم حاولوا ياخدوه مني بس مسكوني وضربوني ورموني على الارض بس لولا استفتي فوقني. ايوه خالد طمني. طمني يا عمر طمني.
ان شاء الله هنلاقيه. يمين الله لو عرفت ان ليك يد بالموضوع ده لقتلك انت اخرى. هندمك على اليوم اللي اتولدتي فيها مروه. عقلي يا ايمان، مهما كان اللي بينا مش هتوصل للولاد. خالد بيقول لي البوليس مش هيعمل حاجه، بل بالعكس ممكن الواد يتاذي فيها. وبيقول لي كمان المفروض يتكلموا على التليفون. فين تليفونك؟ فين التليفون يا إيمان؟ معرفش. يا عليك يا إيمان وعالسطل، ناقصة مشاويراً. طبعاً هيطقوا إن ما وريتهم. ما بقاش أنا يسرى، هم لسه شافوا حاجة؟ إيه ده، هو معاك؟ وديته فين؟ طب خلاص هاتهولي وانت جاي بكرة. ماشي أوكي، باي باي. أشرف أشرف، أو النبي كنت عايزاك بس في حاجة. ممكن تبقى تفكر كده في مشروع يناسبني أنا وثلاثة صحابي وتبقى تقولي عليه؟ ايوه هما اللي انت شفتهم معايا. طب تمام، هستناك تفكري في مشروع كده يناسبنا احنا الاربعه وتبقى تقولي. يلا ما تتاخرش بكره. سلام. امسكي يا حبيبتي، ده دي الايميل. ايه مالك في ايه؟ عمر اتخطف، اتنين هجموا على الفيلا وخطفوه وانا مش عارفين له اي طريق. يا نهار اسود. طب حسب. في ايه يا مروه؟ سيف بيه كلمني وقال لي اجي حالا، انا حسد ولا ايه؟ سيف بيه مستنيك فوق. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله خير، هتلاقوه هتلاقوه. بلغتوا البوليس؟ الكل بيقول لي ما بلغش البوليس عشان الواد ما يتأذيش. يا رحمة العظيم. معلش يا حبيبتي. يعني انا مش فاهم، ابني اتخطف من بيتي وجوه الكومباوند، يبقى انت واقف بتعمل ايه؟ معلش يا سيف بشويش، عادل خد الرجاله اللي معاك واقلب الكومباوند، ما ترجعش الا بالولد من فضلك. انا هكلم الباشمهندس ايمن وبص على كل كاميرات المراقبه في الكومباوند، جايز نلاقي حاجه تفيدنا او توصلنا على الاقل مين اللي خطفه. ان شاء الله الواد هيرجع ما تقلقش. طب يلا روح بسرعة. بعد إذنكم. إيمان أنا هاخد تليفونك أشحنه، ما ينفعش يفضل مقفول يمكن حد يتصل. وأنا هكلم يسرى وولاء يمكن حد فيهم يعرف يساعد. كلمي ولاء. أهم بانوا عندي وهم داخلين وخارجين من الفيلا. لا وشوشهم مش باينة. استنى أشوف كده. لا في مناطق كتير قوي مضلمة مش باين راحوا فين. وفي كاميرتين مفصولين. على رجليهم معهمش عربيه. طيب اوكي، وانا لو وصلت الحاجه هكلمك. سلام. ده الشغل؟ ومالهم بيكلموك متاخر كده ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ بيتكلموا ولا بيتكلموا لما يبقى في حاجه. مش زي مراتي ما يهمهاش جوزها، لا تقول انها هتتاخر ولا انه ما عديش عليها ولا حتى ترد عليه لما يجي يكلمها في التليفون. ده انت عايز تتخانق بقى؟ قلت لك نسيتي يا ايمن، مش قصه يعني. وبعدين انا وانت شغالين في نفس الكومباوند، يعني ما ضربتش مشوار مخصوص علشاني، في ايه؟ هي دي مشكلتك يا ولاء، اني مش فارق معاكي. طول الوقت بحاول ارضيكي واعمل لك اللي انت عايزاه واقف جنبك، وانت اللي عندك دم ولا بتحسي. في ايه؟ بتلبخ ليه؟ لما انت مش مرتاح خلاص، كل واحد فينا يروح لحال سبيله. هو ده اللي انت عايزاه من زمان، مش كده؟ عشان كده مش عايزه تخلفي مني. انت بتدخل مواضيع في بعضها ليه؟ بقولك ايه يا ايمن؟ انا شايف ان احنا نتطلق وكل واحد بقى يبعد عن التاني عشان نرتاح. ما دام الموضوع كده كل يوم خناقات وقرف يبقى نسيب بعض احسن. خلاص؟ فكر بقى يا ابن الناس وبتكلم معايا، تصبح على خير.
عيش هتزهق. طيب انا ابلغ البوليس. استنى بس، هما مش قالوا لك انه خطر انك تعمل كده؟ ايوه بس مفيش اي حاجه بتحصل. بلغ البوليس. استني بس يا ايمان، يا جماعه البوليس مش هيعمل اي حاجه قبل مرور 24 ساعه، خلونا نصبر شويه. اشرف كان قال لي ان في مدير امن جديد هيمسك الكومباوند من اول بكره، لو ما عملش حاجه ساعتها هنبقى نبلغ البوليس. ايمن، أيمن، الله، أيمن، يا نهار اسود. ايوه يا رحمة، معلش هنشت سافر رسالة دلوقتي. في جديد؟ هكلم مين؟ انا معرفش حد يفيدني في الموضوع ده. طب انا هلبس واروح لماما نهدى اديها الحقن. هخلص واجيلكوا على طول، لو في جديد كلميني. طب يلا يلا. يا رب استر يا رب. ماما يا ماما. ايه في ايه؟ لا مفيش، بس الكومباوند بره مقلوب. مقلوب ليه؟ حصل ايه؟ ابن سيف خطف امبارح من جوه الفيلا. يا خبر ابيض، ابنه الكبير ولا الصغير؟ ما اعرفش، بس ابن ايمان. ده يبقى الصغير. اصل ايمان دي تبقى صاحبه رحمه، امال رحمه فين؟ ما اعرفش. طب عشان خاطري ابي حبيبي، عشان خاطر مامي حبيبتك، خد بالك من نفسك، بلاش تخرج النهارده خالص. انت خايف عليا خطف ولا ايه؟ ماما انا ما بقتش صغير. طبعا يا حبيبي اخاف عليك، وانا عندي غيرك عشان خاطر مامي حبيبي. ماشي حاضر، بس بما انك صحيتي يلا نفطر سوا. طيب اسبقني انت وانزل، وانا هكلم رحمه وهحصلك على طول. حاضر ماشي، خد بالك من نفسك وانت نازل. حاضر يا حبيبي، حاضر هاخد بالي. كده يبقوا مظبوطين يا رحمة؟ ال 100,000 اللي انت جبتهم، وال 60 اللي من خزنة إيمان، وال 40 اللي ميرا جابتهم. تعبتي نفسك يا ميرا، لو كانوا قالوا لي كان ممكن أجيب الفلوس أنا من عندي. يلا يلا يا سيف ننزل نستناهم مطرح ما قالوا لي. مش تستني يا إيمان، لما يكلموك يقولوا لك هتتقابلوا فين؟ ما هم قالوا لنا استنونا في الميدان بتاع الكلاب هاوس ده، وهم هيكلمونا بعد كده يقولوا لنا هنتقابل فين. طب قالوا لك هيجيبوا الولد معاهم ولا لأ؟ يعني إيه؟ هو إيه اللي يعني إيه؟ هو انتوا يا جماعه ما بتقروش جرايد؟ ما هو ممكن يجوا ياخدوا الفلوس وما يجيبوش الولد. صح. ايه الفن الزفت ده؟ ما تقفي من بقك، انا ناقصات لي. يلا انا هروح معاهم. انت رايحه فين؟ هروح معاهم يا رحمه، سيبهم لوحدهم. الو. ايوه يا اشرف، بقولك ايه، انا همشي وراهم ماشي، وانت لو وصلت كلمني، وانا لو في اي حاجه هبقى اكلمك. يلا سلام. خليك انت هنا. اكيد مش هسيبك يا ايمان. ما هو قال لي اجي لوحدي. وطي وطي. الو. ما جيتيش لوحدك برضو، بس ماشي انزلوا العربية. Thank you.
سيب الشنطة مكانك، أتأكد إن المبلغ مظبوط وبعد كده بلغي بمكان الولد. وإيش ضمننا إنك مش هتضحك علينا وتاخد الفلوس؟ مفيش ضمانات، سيبوا الشنطة وارجعوا اقفوا عند الميدان زي ما كنتوا. سيب الشنطة. أهو سيبنا الشنطة. والله دايخين من امبارح ولحد دلوقتي ما لقيناش الواد. ربنا يصبر اهله. بس مين ده اللي استجرى يخطفه من جوه الفيلا؟ علم علمك يا محمد. الغريب ان اجهزه المراقبه كلها متصلحه من اسبوعين وانت بتقول ان في كاميرات بايظه. ما هو ده اللي المهندس قاله. حاضر يا فندم. ربنا يجعل في وشه القبول ونلاقي الواد يا رب. محمد خد بالك كويس جدا جدا الفتره الجايه، مش عايزين اي مصايب تاني. ماشي يا ريس. ماشي. سلام. بعت لي رساله بيقولي نفس المكان دلوقتي، اطلع لهناك بسرعه. يلا بينا. يا سامح هنا يا عمر. حبيبي عمر. يا حبيبي عمر. اللي جاب يسرى اتأكدي بس انه كويس لحسن يكونوا عملوا فيه حاجة. كويس زي الفل. يا يسرى لما نيجي عزيزة لما نشوف ايه اللي جابها هنا. مغمى عليها خالص. تعالي طب ساعديني نقومها. الحمد لله. سلام. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عادل؟